ومضة. ومضة الهداية ما هي؟ كم نوع الهداية؟ نوعان، وهذا التبس على كثير من الناس. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ويقول في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحبب. طيب كيف أنا تقول تهدي وأنا لا تهدي؟ بيض الله وجهك. نعم، الهداية هداية الدلالة والإرشاد، أنك تبين الخير للناس، تدعوهم، تبينهم الحق من الباطل. هذه هداية هي للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده، الدعاء إلى الله عز وجل للأمة أنهم يبينون الخير. أما هداية التوفيق والإلهام، إن هذا يصير مؤمن وده يصير صالح. نوح ما هدى ولده، آزر ما هدى أباه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، وهم من أولي العزم من الرسل. الله سبحان الله يا شيخ، الله يلهم. الله أكبر. مثل النصراني اللي في المنام رأى أن عيسى قال له: اذهب إلى المسلمين وتعلم الإسلام فإنه الدين الصحيح. نصراني، قصة منشورة معروفة الآن، دعية كبيرة. أنا رأيت هذا إلهام وتوفيق. أنا قبل فترة ما حد دعا، قبل سنوات كنت في نيوزيلندا، كنت ألقي درس في المركز الإسلامي، وكان الناس طبعا أكثر اللي هناك صوماليين، الكلام ذا قبل سنوات طويلة، 12 سنة 14 سنة. ما شاء الله. فكان عندنا مترجمين، واحد يترجم باللغة الصومالية، واحد يترجم باللغة الإنجليزية. دقيقتين واسكت. فكلمني مدير المركز يقول لي: شفت هذا واحد نيوزيلندي ما له إلا كم شهر مسلم، وجهه نور. قال: شفت هذا إسلام وقصته غريبة. يوم خلصنا قال لي قصة إسلامي أنه نصراني، ذكر لي القصة يوم ذكرت مثلا. يقول رأى في السماء اثنين على اثنين بنون، اثنين مكتوبة بنور في السماء، اثنين على اثنين. بحث في كتب الأناجيل تفاسير ما لقي، بحث في الإسلام قالوا لا لا تفسير عندنا. وش تفسيره؟ قالوا اثنين ما هي؟ سورة البقرة، سورة رقم اثنين في المصحف، اثنين الآية رقم اثنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ترجمت أسلم، عجائب القرآن لله. نعم، ترجمت أسلم. فالهداية كما قلنا هداية أنك تبذر، هذه لك هداية أنها تطلع شجرة ولا مثمرة ولا تفاحة ولا مانجا، هذه ما بيدك. نعم، بيد الله، ليست بيدك. ليس عليك هداهم أنك تزرع الإيمان في قلوبهم، لكن وإنك لتهدي تدل تبين وترشد. ثم انتهينا من الومضة. نعم. نجي عن نكمل كلامنا، ما هي أجمل وأسهل طرق الدعوة إلى الله عز وجل وأشدها تأثيرا؟ قبل ما أقول هذا،